الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صعب الفترات اللي كتواجه الفلاح هي فترة الشتاء. إذا الشتاء من بين المراحل الحرجة في تربية النحل نظرا للأحوال الجوية الصعيبة من برد ثلج أمطار. في هذه الحالة كيضطر النحل باش يبقى داخل الخلايا، وهذا الشيء كيسبب خسائر كبيرة في المنحل إذا كان النحل ما استعدش مزيان وبكري لهذه المرحلة. قبل ما نشرح الاستعداد الجيد كيفاش خصو يكون، نعطيو تعريف التشتية. إذا التشتية عبارة عن تهيئ وتوجاد النحل باش يقضي فصل الشتاء بنجاح، الإقبال على فصل الربيع بقوة ونشاط. وبقدر ما كيبدل النحل من جهد في فصل الشتاء، بقدر ما كنحصلو على طوائف ممتازة أوائل الربيع. والاستعداد الجيد كيبدأ أولا اختيار موقع المنحل. عند إقامة المنحل خصنا ننتبهو المناطق المنخفضة والأراضي المعرضة للفيضانات ديال الشتاء، يعني النحال خصو يبعد الصنادق على المناطق اللي كيتجمع فيها الماء ديال الشتاء، وكذلك المنحل يكون محمي من هبوب الرياح. إلا ما خدا هاد الاحتياطات غتكون كارثة بالنسبة للنحل. ثانيا التغذية الجيدة اللي كتكون إما حسب الطقس حسب الحاجة. نعطيو التغذية بالعجينة البروتينية في الأيام الباردة، وما نعطيوش المحلول السكري إلا في الأيام المشمسة، لأن في الشتاء كيسبب الإسهال والرطوبة. ثالثا تقريب الأغذية. النحل في البرد ما كيقدرش يصعد إلى الأعلى باش يتغدى، إذا خصنا نقربوا الماكلة للنحل باش ما يموت. علاج الأمراض، علاج الفربة بالمواد الفعالة بطريقة منتظمة، يعني ضروري مراقبته على طول العام باش يسهل علينا القضاء عليه. نكافحوا حدودات الشمع بالتنظيف، ونحيدوا الإطارات الزائدة اللي كتسبب في الانتشار ديالها. خامسا التشتية الجيدة، نغطيو الخلايا من فوق الإطارات بالخيش ولا شي قماش كيمتص الرطوبة باش نحافظوا على الخلايا من البرودة المفرطة اللي كتكون في الشتاء. التأكد من وجود المالكة إلى ما كانت ممكن النحال باش يشريها، ولا يضم الطوائف، ولا كذلك يوضع إطار كيوضع واحد الإطار فيه البيوت المالكة داخل الخلية. تأكد من وجود نحل صغير، إلى ما كان في الخلية نوضعه في الخلية إطار به الحضنة قريبة تخرج. نقصه من فتحة باب الخلية باش ما يدخل الهواء للخلية وقت لينا الحضنة، كذلك النحل. نقلو من مدة الفحص الخلية في الشتاء، نتفحصوا الخلية مرة في 20 يوم حفاظا على السلامة ديال النحل ديالنا. وأخيرا نقصو من الرطوبة، إما نوضعو واحد القش لكي يمتص الرطوبة، ولا نضيفو السكر الناعم اللي كنسميوه سكر كلاصي كيمتص لنا الرطوبة. شكرا والسلام عليكم.